الدين الإسلامي يأمر بالصدق وينهى عن الكذب. المسلم لا يكذب، المسلم يتكلم بالصدق بالحق. الإسلام مسلم دري 거짓하면 안 되고 진실 정직하라고 이렇게 얘기를 합니다. 나암 الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، حرام لا يجوز، أمر عظيم الكذب. 거짓은 엄청 큰 죄악 중에 하나입니다. لابد أن أحرص على الصدق ولا آتي الكذب أبدا في كل شيء. 모든 언제 어디선지 우리는 정직한 사람이 되어야 합니다.